شباتي تونسي هاد دوشي يلق في هاد السخانة، حاجة خفوفي حرحوري تهبل مع كاس قازوز بارد. شوفوا جاب بزاف ناجح، متشخشخ ساندويتش يهبل بنين يتبلع وحده. تبعوا نقولكم كامل أسرار شباتي تونسي، بالعجينة بكلش بالحشو اللي كاين لداخل، كل حاجة راح تشوفوها ملقى للزاد، ماكوش راح تندموا، وراح تندموا الى ما جربتوش الوصفه تاعي. تبعوا معايا. سلام، اليوم راح نديروا مع بعض شباتي تونسي بواحد العجينه بزاف سهله وبزاف خفيفه. نسحقوا كاس باش نكيلوا به. انا مانيش راح ندير كميه كبيره، راح ندير 4 كيسان تاع فرينه برك، قيس 4 خبزات تاع شباتي، تاع الخبز تاع الشباتي. 1 2 وهذا الرابع. هكذا مغرف كبيره تاع سكر، هكذا معمره سكر كبيره، خميره الخبز، شويه ملح. نخلط كامل هذه المكونات الجافه اللي عندي. زيت على حسب عدد الفرينه، كل كاس فرينه يدي مغرف زيت. بهذا نحط 4 مغارف تاع حليب. 1 2 3 زدت مغرف، باسكو هذا المغرف شويه صغيره، 4 مغارف تاع حليب، يعني لكل كاس فرينه مغرف حليب ومغرف زيت. بهذا الشكل نخلط هذه المكونات مع بعض، وراح نلم بالماء. هذا الكاس اللي كنا دايرين فيه الفرينه راح نلم بالماء. هكذا تا راح نتحصلوا على عجينة هكذا بهذا الشكل، ملساء وطرية في نفس الوقت. راح نعاود نحطوها تخمر على جهة لمدة نصف ساعة، ونروح نوجدوا الحاجات اللي راح نحشو بهم الشباتي تاعنا. بعد ما حجمها ضاعف راح ندزوسيها ونقسمها على 4 كريات او كما تحبوا على حسب الحجم تاع الخبزه اللي راكو حابين. نغطي عليهم ونخليهم يخمروا 10 دقائق ونعاود نرجع عليهم. هنا نجيب ورق الطهي او بما يسمى بابي كويسون، ونفتح عليه الكريات تاعي تاع الشاباتي. نفتحوها مدوره مليح وتكون سمك 1 سنتي كما راكم تشوفوا، وهذا البابي كويسون راح تكملوا الخدمه به. شوفوا هنا تجيبوا طاجين، الا ما عندكمش طاجين ديروا كما انا، المقلات عليه خاب، لازم تكون سخونه مليح ونهبط فيها هذيك الخبزه تاعي تاع
شاباتي ونخليها تشوفوا تم نقلبها، ما ياخدش كامل وقت في الطياب، يعني الخبزة تاخد منكم واحد زوج دقائق برك. تشوفوا كي تلاحظوا تلقوها بدات تنبل، تبدا تتنفخ، غير ما نبدا نشوف فقاعات فيها تنفخت نقلبها على الجهة الاخرى ونكمل طياب في كامل. ونكمل نطيب بقية الخبزات كامل بنفس الطريقة على نار عالية وتمتم، غير تبدا هكا تتنفخ نقلبوها الجهة الاخرى، غير تبدا تتنفخ راح نقلبوها للجهة الاخرى. وبهذا الشكل يكون جد الشاباتي تاعنا جا روعه. راح نبدو خبزه باذن الله ونقول لكم كيفاش راح نديرها. شوفوا شحال جا ما شاء الله شباب، يجي هبل يهبل. نسحق في المكونات عندي سلطه مشويه اللي هو كيما الحميص، ونسحق سلطه مشويه، ونسحق زيتون مقطع، نسحق زيت زيتون مع الثوم فصين ثوم، نسحق المعدنوس، البصل، الثوم، الهريسة والفرماج، هذا مكان. وطبعا البيض كاين ناس تحبه طايب وكاين ناس تحبه نورمالمون يجي مروب، انا نطيبه شويه ما نحبوش مروب. المهم نبداو هذه نفتحوها،
وشوفوا وليدك الزين جاب بزاف 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 هايل جناجح. شوفوا الخبز كيفاش هشيش، شوفوا الحشوه كيفاش مضبوطه متشخشخ مشمخ لداخل. هذاك الزيت زيتون اللي حطيته في الاخر مع الثوم سر البنة كامل فيه. جربوا على طريقتي والله ما راكو راح تندموا. خلاص انا هنا كنت ما قدرتش، خلاص حبيت ندوق. شوفوا صراحة أنا كنت أول مرة ندوقه، بزاف بنين، جامي لكليت حاجة في هذا البنة. من قوة ما هو بنين عضة مرخوتها ما كيش راح تفيقي روحك، حتى تلقي روحك كملتي ساندويتش وتزيدي. قولوا لي وش رايكم، وخاوتي توانسة وخواتاتي توانسة قولوا لي أسكن جحلي. وهذا هو الشكل الأخير في طبق التقديم. طبعا أنا 4 كيسان فارينة دارولي 4 خبزات شاباتي، برك خليت خبزة فارغة ما حبيش نديرها باش ما تقعدش باش ما تقعدش ولا ما كليناهاش. وطبعا كاس جازوز بارد، وأهم حاجة المقاطعة. ما تنسوش تشجعوني وتقولوا لي وش رايكم، باسكو انا ما نحطش معاكم الوصفات ما نبارطاجيهاش معاكم. بصح بزاف المره اللي فاتت قالوا لي عودي بارطاجي معنا اي وصفه تجربيها للجمال. ونخليكم ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. الى ما كنتش متابعيني وما كنتش مفعلين زر الجرس فعلوه وروحوا الانستغرام. باي باي.